السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم نشاطات قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، حياكم الله. رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة السيد عقيل الياسري: مسابقتا البردة والقصة القصيرة تمثلان فرصة لتعزيز الثقافة الإسلامية المعاصرة. تقديرا لجهوده المتميزة في خدمة الحركة العلمية، مركز الفهراسة ونظم المعلومات التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة يتسلم درع الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات إفلا. تعزيزا للتعاون العلمي والتبادل المعرفي، مركز تصوير المخطوطات وفهرستها التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة يستقبل وفدا من وزارة العلوم الإنسانية الإيرانية. للاطلاع على الأعمال المتميزة التي يطلع بها مركز الفضل لصيانة وحفظ التراث المخطوط والإرشيف الوثائقي، يستقبل مجموعة من ملاكات أقسام العتبة العباسية المقدسة المشتركين في البرنامج المركزي للمنتسبين. في إطار بحث أفاق التعاون المشترك، المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة يستقبل وفدا من بعثة الصليب الأحمر الدولي في العراق. عن مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، صدور كتاب المرجعية الدينية ودورها الوطني. ختام الموجز، في أمان الله وحفظه.